كنحيي الاخوان في قاع طنجاوي على الاهتمام ديالهم بهذا الموضوع اللي في الحقيقه اللي مهم. كنتمنى جميع المنابر الاعلاميه تسلط الضوء على هذا الموضوع هذا، لان موضوع شائك. وفي الحقيقه السكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي جديد في المغرب وكيعرف مجموعه الاختلالات. نحاولوا كنتمنى جميع المهتمين وجميع المتخصصين باش نسلطوا الضوء على هاد المشاكل اللي كيعانوا منهم وعلى هاد الموضوع هذا ديال السكن المشترك. احنا كنتواجدوا باسمي كفاعل جمعوي في العرفان واحد مصطفى توتوه، كنتواجدوا في واحد الحي مجمع سكني في العرفان واحد. في الحقيقة الموقع ديالو موقع استراتيجي، موقع مهم، يتواجد بمدخل طنجة طريق الرباط. إلا أنه كيعاني مجموعة من الاختلالات، مجموعة من المشاكل كباقي السكن الاقتصادي الآخر اللي متواجد بجوارنا. الطبيعة ديال البناية، طبيعة ديال الشركات اللي المبتغى ديالهم، لان ما كيتعاملوش في الحقيقه كسكن. ممكنش نعتبره انا كسكن، ممكن نعتبره كمأوى. لا يمكن، ما كنفرقوش بين السكن بحال السكن الاقتصادي بحال واحد براكه جبتي لواحد حشيتي بنادم في وسط قجر الوقيده، هذا ممكن نعتبره هيدا غير مأوى، تخبعتي من الريح والشتاء وصافي، لان الشروط السكن لائق ما متوفرش. نبدا لك مجموعه الاختلالات اللي عندنا حنايا في الحي، هنايا في الجامعي. كاين اول نقطه هي اللكبات اللي عندنا من تحت العمارات، مرائب عامرين بالماء، وهذا راجع اولا للجوده ديال القوادس اللي كيتهرسوا، وثانيا الماء، الفرشه المائيه، لان الموقع اللي كيتواجد فيها عامر معروف عند المختصين والمهتمين. كاين فرشه مائيه ولحد الساعه هذا الماء اللي كيتجمع من تحت العمارات هو كيشكل تهديد وخطير على الساكنه ككل. وان هذا المنبر خصنا نضفروا الجهود، خصنا التدخل العاجل باش نلقاو الحل لهذا المشكل هذا، اضافه لان كيأثر على الاساسات اولا ديال العمارات. كتوصل تجمع المياه، توصل احيانا نحتاج جوج المترو. كاينين هنا المواقع دابا خوينا عاود خوينا، لان الماء كيرجع ولاو مستنقع ديال الناموس والباعوض وجميع اضافه انه داك الشيء هذاك كاين اللكبات هذا عامرين بالردمه وداك الوسخ ديال البنايه المخلفه، البنايه ديال الشركه كامل كانت كتسيب تما لتحت، سيتادير الشركه ما قامتش بالواجب ديالها من هذه الجهه هذه. وحتى الناس اللي عطاو لهم هاد البيرمي دابيتي باش يسلموا لهم هاد الشيء هذا ديال الاخر، ما فهمتش كيفاش تعطى الى ودنا من تحت العمارات، غتفاجئ شنو كتلقى تما. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه بالنسبه للشركه هذه، مشينا حنا ندخلوا كيفاش تعاملت معنا امانديس في التزويد ديالنا في الاول. بدايه تاع امانديس تعاملت معنا على اساس فرضوا علينا واحد الغرامه كناديوها ما عرفناش ديال من. غرامه كندخلوا الماء والضو ديال الشقه ديالك انت كمستهلك كتدخلها ب 285 286 فرانك، في حين ان المكنه ما كتفوتش 45 الوحده، كتجي توتالمون ما تفوتش 1000 درهم ديال النار اللي كتسقسي. كنقول لك وخلص عاد برونشي لك الماء والضو. هذا نقطه. النقطه الثانيه مشينا ندخلوا الماء الدروج، اي ما كايناش ما خلص حتى برونش مود الاخر البيكاج ديال العمارات. عنده هنا اكثر من 200 عماره لحد الساعه ما خلصت تبرون شمول العمارات باش تجفف العماره ديالك، خصك فام دو ميناج تعطي لها سطل ديال الماء ولا ما نعرفش. هذا من ناحيه. كاين نقطه بالنسبه للاخر، كيف كتشوفوا انتم الفضاء، عندنا الفضاء مهم، فضاء اخضر، عندنا الجردات، عندنا الحدائق، الا انه ما كاينش الاهتمام. السلطات المحليه، المنتخبين، الجماعه الاخر، ما كايناش الاهتمام بالنسبه لهذه الحدائق وهذا الفضاء الاخضر اللي في الحقيقه كنا كنتمناو باش هذا الفضاء هذا يتحول للملاعب، يتحول ملاعب الاطفال. هما الاطفال ديالنا انت كتشوف كيلعبوا غير في الجرادي وفي الشوك وفي اخر، مع العلم ان الفضاء مهم هو انا كيضيع، ولا مرتع ديال الشمكاره والمتسكعين وواحد الهاج ولا كيخوف، ولا كيباركي الناس اللي ما عندهمش ضمير باش كيدخلوا في وسط الجرادي في وسط الفضاء الاخضر كيباركيونا تما. كاين مشكل الاناره،
مجموعه ديال لي بوطو ما عندهمش البولاط، درنا عاود درنا الطلب ما بغاوش يجيبونا حتى البولاط، كيقول لك هذاك عنده الطلب اخر طلب. بالنسبه للجماعه مشيت عاود مشيت انا درت الطلب باقي ما جابوش، ثلاث سنين والطلب بولا باقي ماشي، مع العلم ان الكراج ديال البلديه عامر بولا. كاين مشكل ديال الفار ديال الناموس اللي هضرنا عليه والبعوض اللي كيتشكل من تحت لكبات، كاين مجموعه هجوم ديال دابا الكلاب الضاله، كاين ما هو امني دابا كاين النقص الكبير في المجال الامني، كاين مجموعه السرقه دابا السطح ما يمكنش تنشر شي حاجه الا ما كان خصك تعس عليها، مجموعه كريساج، مجموعه شقق كيتسرقوا دابا يوميا من العيد لهنا اكثر من 6 شقق اللي تسرقوا دابا باقي ما فاتش حتى 2 سيمانات. هذا من ناحيه ديال الامن. كاين من هذا المنبر هذا دائما كنا كنطالبوا بضروره توفير مركز امني بالقرب، مركز امني متواجد. كاين نقص، ماشي نقص، انعدام او غياب، عدم توفر. شحال عندنا دابا الساكنه حنايا دابا الا قلنا عيب واحد عنده اكثر من 3000 شقه، وزيد عليها المركب اللي محدانا وزيد عليها العرفان جوج، ما كاينش مستوصف. باش دير الشوكه لولدك خصك تمشي لكزنايا، هنايا يعني اكثر من 14000 سكنه غير هنايا، خصك تطلع غير لكزنايا باش دير الشوكه للعائله. كان عندنا واحد الفضاء عمومي كان تبنى من تحت واحد الشقق على اساس يتخصص للمستوصف، ما عرفش اني واقع، تحول برمشط عين الحضانه. كيفاش تحول الحضانه ما نعرف، واليوم باش يستغلوا الفضاء لتنشيط الاطفال وياخو يوم ما حوزوا الحضانه ما فهمنا والو كيفاش، وبقات المنطقه بلا طبيب بلا والو لحد الساعه. هذا نقطه. نقطه ثانيه، من كاين التواجد فوق في موسم الدراسي كيتزاد بنات، كيتزاد الساكنه، كيتزاد الكثافه السكانيه، كتمشي للاداره كتلقى نفس الموظف. هذا منبر الناس مختصين باعاده تطعيم الاداره المقاطعه ديالنا بموظف زائد، لانه ولا تخصيص مركز اضافي الخاص الاخر الساكنه اللي كتزاد، لانه ممكنش انت في واحد الفرشه موظف واحد يخدم لك واحد 30 ولا 40 الف نسمه، سيرتو في الحاله المدنيه ولا في التصديق على الامضاء.